رئيس مطار وداد اللي مشى اليوم هو وقتين ونص من عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية فو السفارة هذا اللي معدل في أدرار وصل مطار أطار عند 4:15 مطار أطار لحقنا عند قربة من الناس وبالخصوص الحاكم والقرادرة محق عنكم ما تعودوا خازيك معنا المطار عنه بعيد من الدشرة ذاك هو السبب اللي في الحق الاستقرار ما لحقناهم عند المطار يكون الشخصيات منهم واللي منهم متمكن من الوتاه يقير قام الرئيس هو والوفد اللي معاه ماشيين في الوتاه وصلنا هذا البلد اللي يقولوا له عندي عنهم اهل هون يقولوا لهم بلد المرس بلد المرس عايده رحبه من التراب باسعه وهي اللي طرحوا فيها الوثائق الرئيس المختار والداده ومن ضمن هو والحاكم وعدد من الشخصيات بارزه من اهل الادرار والوفد اللي معاه اللي مثل تندور يعطيكم تفصيله قاموا ماشيين في سد منار واقيش على ذيك الطريق اللي من بلو هو وعد بلد الحاكم الكبير ذيك الطريق هو ورك يتمشى فيه وهذا اللي اتصلتوا لتعودوا معانا هو الخبيط اللي ولقالوا به احنا برك موقوفين يا قير احس هاي المدافع اللي هم تصنتوا لهم هم اللي ولا قالوا هو بهم هو برك متبارك مع اسلام الناس نقول لكم الوفد متكيف من اسم مروبي متكيف معلوم ضرورة من الرئيس ومتكيف ثانيا من محمد والخليل رئيس الديوان ومتكيف من مدير الديوان الرئيس ومتكيف من مدير الشؤون الداخلية ومتكيف من مستشارين فنيين منهم الاستاذ المختار والحامدون ومنهم عدد الواقي شخصين من الرئيس ضرك داخل في نقر الناس وهذا اللي اذا هو واخذ منه هذا العسكر اللي كان متلقي له العسكر الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه اللي قائد القوات في الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه فطار وذاك ذلك معنا يعود لاكثر منهم هناتي الرئيس ضرك درق علي في هذه الناس اللي تبارك الله ما تقدر تعبر بها الكثره من الامور اللي ما يلا بعد يكون نقول لكم منهم هذا من الشاشر اللي صغار كاملين ما خالق يشير منهم ما عنده راية عليه علامة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عليها الهلال والنجمة وهي راية خضراء ذا نظرك نتمشى بينهم ما حق عنكم عود عدتوا تفاصلوا حس الطبول والزقاريت هذا وتات الحرب وتات الحرب عايد كان متناظر منهم شي هون ما نقدر نكذب عليك ما نقدر نقول لكم قدر يا غير بعد نعرف عنه اللي يعود زايد على 20 من كومانكارات اللي فيهم 4 رواقيج اللي 3 منهم عندهم المدافع وواحد يسوق ما هي لاحقه على القول ادرار ام اللي خالق روايه من كيف اني افطنت لها قاموا واللي قدموا للرئيس به اللي تعرفوا حد كبير اصلا اللي تقدم له روايه ايش من الناس يعدلوا ايش من يعدلوا شمن الاشجار الخضراء اهل درار شلي هي طول الرئيس يقدموا له من نعتي له بفرح ما هو عرش من النخل انا قاع ماني حتى مو النخل يا غير بعد نعرف عن عرش النخل عند اهل درار معناها عنهم عاطين ذي اللي هو عندهم اللي هو ترابهم.